الرئيس السيسي يوجه بالانتهاء من تطوير محاور الطرق وكباري منطقات مصر الجديدة. 10 شهداء جراء عدوان الاحتلال على غزة، والحكومة الفلسطينية تطلب تدخلا دوليا لوقفه. رئيس الوزراء اللبناني المستقيل يطالب المتظاهرين بالحفاظ على حراكهم السلمي. الرابعة صباحا الثانية بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتهاء من تطوير محاور الطرق وكباري بمنطقة مصر الجديدة وفق التخطيط الزمني والإنشائي المقرر، وذلك لتسهيل حركة المرور ورفع المعاناة عن قاطني المنطقة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وصرح سفير بسام رازي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية الخاصة بالطرق والمحاور على مستوى الجمهورية في إطار شبكة الطرق القومية. أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد 10 مواطنين وإصابة 45 جراء العدوان الذي شنه الاحتلال على قطاع غزة. يأتي هذا بينما دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي، وطلب الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني. نشد رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري المواطنين الحفاظ على مظاهرتهم السلمية، وذلك بعد مقتل شخص بإطلاق نار خلال قطع المتظاهرين طريقا جنوب بيروت. وأوضح مكتب الحريري في بيان أنه أجرى اتصالين مع قائد الجيش والأمن الداخلي للوقوف على الواقعة، وشدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لحماية المتظاهرين. دعا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الاتحاد الأوروبي للمساهمة في إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وخلال مخاطبته جلسة نقاش بالبرلمان الأوروبي، أكد حمدوك التزام السودان بسياسة خارجية متوازنة تراعي مصلحة البلاد، مجددا حرص حكومته على تعزيز علاقات التعاون مع كافة دول العالم. قال رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي آدم شاف إن اللجنة ستعقد جلسات علنية على مدى 3 أيام من الأسبوع المقبل في إطار تحقيقها في مساءلة رئيس ترامب بشأن ضغطه على أوكرانيا للتحقيق مع منافسه السياسي جو بايدن ونجله. وأضاف شاف في بيان أن الشهود في الجلسات التي ستعقدها اللجنة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل قد تلقوا بالفعل للإدلاء طلبات استدعاء بشهادتهم. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا للمتابعة.